أنا هنا أريد أن أحكي لك قصة وقعت لي عندما كنت أعتقد في السنة الثالثة إعدادي، وأنه طلب مني أستاذ مادة التربية الإسلامية أن أقدم عرضا. لا أتذكر الموضوع، لكن على العموم أتذكر أنني كنت قد ركزت على الحضارة، كيف أن المسلمين تمكنوا من بناء حضارة فريدة، وركزت على أمجاد المسلمين إلى آخره. وفي الأخير عندما انتهيت علق الأستاذ قائلا: هذا الكلام عليك أن تقوله لأبيك. إذن هذه المفارقة، كون أنك ابن رجل مفكر مثقف وفي نفس الوقت تعيش حياة اجتماعية خارج البيت، هذه المفارقة زادت من اهتمامي للمشروع الفكري للراحل، وأثارت فضولي. وربما أنت عندما تسألني عن العلاقة ما بين الابن أو هذه المفارقة التي تكون ما بين الحياة التي يعيشها الابن خارج البيت وداخل البيت مع مفكر من طينة محمد عبد الجابري، ربما فإننا نشير إلى أيضا إلى مفارقة أخرى نعيشها نحن الشباب، عشناها ونحن شباب ويعيشها الشباب أيضا اليوم، وهي تلك المفارقة ما بين الأصالة والمعاصرة. كيف يمكننا أن نوفق ما بين هذه المفهومين؟ وبالفعل أعتقد بأن الراحل الجابري كان يتميز بكونه يعني لا يتدخل كثيرا في شؤون الخاصة للأطفال. نعم يوجه يعطي نصائح، لكن على العموم كان يترك لنا المجال للاختيار واختيار ما نريده، والذهاب مع ميولاتنا سواء الفكرية أو في ناحية الدراسة أو من ناحية أي ناحية. إذن هذا من جهة. من جهة أخرى لا أعتقد أن السؤال ديالك، لا أعتقد بأن كانت هناك مفارقة، لأننا يعني كان هناك نوع من الصدام أو نوع من أو شيء من القلق في هذه المسألة، لأنه صحيح أنك تعيش في بيت رجل له مبادئ، رجل له يعني فكر معين، لكنه رجل كان يعني منبثق من هذا المجتمع، وبالتالي لا أرى يعني أي خلل في هذه العلاقة. ربما كان هناك حدث هو أنه أنا كابن يعني كنت الابن الثالث يعني بعد فتيتين، ولكن لا أعتقد بأن هذا قد أثر في الجابري. هو على العموم العلاقة ما بين الأباء والأبناء هي علاقة معقدة، ولكن لا نستطيع أن نقول بأن هناك كان تمايز أو أن الأب يميز بين هذا وذاك. ما يحصل عادة هو أنه نظرا لظروف صحية أو لتفوق مدرسي نستطيع أن نقول بأن هناك ميل لهذه الجهة أو الأخرى. هذه مسألة أولا كانت فخر لنا أن يكون أن تكون ابنا لمثل الراحل، هذه من جهة، ولكن كانت أيضا تثير في كثيرا من الفضول فيما يخص المشروع الفكري للراحل، وكنت دائما أدخل معه في سجلات في سجلات فكرية، في مناقشات فكرية، وكنت دائما أحاول أن أقترب من مشروع الفكري،
وعندما يصعب علي فهم شيء كنت ألجأ إليه لكي يفسر لي هذه الأمور، يعني شيء كان عادي وطبيعي، يعني ما كانش شيء حاجة خاصة. لم نكن نناقش يعني المواضيع التي كنا نناقش مواضيع مثل الديمقراطية مثل هذا، لم نكن نناقش موضوع يعني مفكر اجتهادات مفكر ما، يعني هذا هو الحقيقة، يعني ليس هناك شيء يعني قد أذكره لك في هذا المجال. عندما كان يزورنا أهل يعني العائلة من فيجيك كانوا يتكلمون بالأمازيغية، يعني ونحن لا نفهم شيئا، يعني أما في خصوص الموسيقى لا أعتقد ذلك، هو كان مولع بفيروز بعبد الحليم حافظ، يعني هذا هو يعني لم يكن عنده عقدة، هو بد المشكل ديال الأمازيغية، هو كان يعتبر بأن القومية هي قومية مسألة ثقافية، وبالتالي فإنه عندما يقول عندما يدعو إلى العروبة فهو يعتبر أن الأمازيغي عربي بحكم ثقافته، هذا هو السوء الفهم الذي وقع، لأنه الناس نحن نسنا خيول حتى نقول هذا أمازيغي أو هذا، وحتى في الأمازيغ أغلب الأمازيغ هم يعني تعربوا، والعكس صحيح، كثير من العرب أصبحوا أمازيغ، وهل يوجد هناك أمازيغي نقي؟ لا، أنا من أب أمازيغي ومن أم عربية، والحالات كثيرة، يعني هذه المسألة يعني فيها شيء من التطرف يعني نوعا ما. وفي هذا المجال يعني حتى بالنسبة للغة العربية، أنا أتذكر أنه مرة زاره بعض يعني فاعلين جمعويين مختلف التيارات، كانوا يعني أتوا إليه للاستشارة فيما يخص إنشاء جمعية للدفاع عن اللغة العربية، فكانت إجابته يعني مفحمة، وهو أنه اللغة العربية لا تحتاج إلى من يدافع عليها، بالعكس ما نحتاج إليه هو الإبداع والكتابة وتشجيع القراءة، وآنذاك اللغة ستدافع عن نفسها بنفسها. والعلاقة كانت علاقة احترام يعني بكل صراحة، حتى تلك الصفعة فهي كانت صفعة مخففة، لأنه ما عانى منه رفقاؤه من تعذيب إلى آخره يعني كان أكثر وأقوى، لا هو كان على العموم حتى في كتاباته إذا لاحظت يعني كان لم يكن يعني كان أسلوبه بعيدا عن القذف، يعني كان نقدا بناء، وبالتالي وكان نقدا موضوعيا، بالعكس كان يحظى بكثير من الاهتمام، بالإضافة إلى كونه أنه كان أستاذ يعني في الثانوي وفي ابتدائي وفي الجامعي، كثير من هذا من يعني من رجال الأمن آنذاك كانوا طلبة له، يعني ما كانش هو يعني ما كانش صدام يعني بهذا المعنى، لا كان نقد موضوعي، وفي علاقته يعني مع السلطة عموما هو كان يبتعد لأسباب يعني موضوعية، هو أنه كان يعتبر بأن له مهمة هي في التفكير في مشروع فكري للإجابة على أسئلة راهنة، وخصوصا على الإجابة على سؤال النهضة، كان صوته مسموع ربما ليس في الفترة الأولى، لكن عندما يعني ابتداء من أواخر السبعينات وبداية الثمانينات كان صوته مسموع وكان يستشار في كثير من الأشياء، مثلا عندما سجن تم سجن الأستاذ المرحوم محمد عبد الرحيم والإخوان في المكتب السياسي، تم الاتصال به على أساس أن يكون هناك يعني صيغة من أجل حل المشكل، لكن على كل حال هذه أشياء ذكرها في مواقف، يعني تم طلب منه أن يكتب بلاغا لكي يوضح إلى الأمور إلى أصل إلى يعني إلى الشعب إلى الجمهور، وكان هو اتصل بالإخوان، وحقيقة كان هناك نقاش ما بين الإخوان، وتم بعد ذلك الأمور يعني فشلت، ما هو كانت يعني مبادرة من أجل إطلاق الإخوان في المكتب السياسي، وحتى يقال بأنه
ربما بعد واحد سميتو مقال أو مجموعة مقالات كان كتبها يقال بأنه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني كان أجابه مباشرة في إحدى خطبه. أكيد لا، يعني مع الأسف الاتحاد، ولكن لم تكن له هناك، يعني ابتداء من سنة 1996 بعد وفاة المرحوم باهي لم تعد له علاقات وطيدة مع الاتحاد باستثناء الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، يعني بالعكس، بأنه حتى كان هناك مشروع لإنشاء حزب من طرف الفقيه البصري، المرحوم الفقيه البصري، وكان يأتي للاستشارة مع المرحوم. لا يعني، ولكنه ظل اتحاديا، يعني ما يعني في الفكرة كانت يعني قائمة في، يعني لا زادت حية فيه. لم يكن لي الكتاب يوما ما منافسا لنا، الجابري كان دائما حاضرا في المنزل، كان دائما بالنسبة عندما كنا صغارا، كان دائما بالنسبة في العطل يعني المدرسية كنا دائما نسافر، كان دائما حاضرا معنا، يعني لم نشعر بتاتا بأنه كان غائب عن المنزل بتاتا. ليست لدي اجتهادات شخصية، كل ما أقوم به هو محاولة إيضاح أو إيصال أفكار المرحوم بطريقة ربما سهلة. بفعل تخصصي، كما تعرف أنا طبيب أسنان، هو بفعل التزاماتي العملية لا يمكنني، ربما في المستقبل قد يكون هناك مشروع، أما في الفترة الراهنة لا أستطيع أن أقول أي شيء، لن ألتزم بأي شيء. ربما بين تأثير الجابري كان قويا علي، يعني حتى أكتشف في بعض الأحيان بأن بعض الأفكار، ربما هو مسائل، كان هناك مسائل لا شعورية، كان مسائل تعود إلى التربية، ربما سمعت فكرة وظلت راسخة ولم تنتبه إليها، يعني مجموعة الأفكار، يعني أستطيع أن أقول بأننا على نفس الخط ونفس يعني الاتجاه الفكري. إذا كنا نريد أن نكرم الجابري فلا بد أن نكرم زوجته وأمي، لأنه لولا هذه السيدة الفاضلة لما وصل الجابري لما وصل إليه، بحيث بأنها كانت تعمل خارج البيت وتساهم في مصاريف البيت، وكانت تقوم بأشغال البيت، يعني من تنظيف ومطبخ إلى آخره، كانت تتكلف بنا نحن الأطفال حتى تتيح الفرصة الوقت الكافي للراحل من أجل الكتابة ومن أجل البحث ومن إلى آخره، بالإضافة إلى أنها في المساء كانت هي التي تكتب، يعني هو يملي عليها وهي تكتب على الآلة الكاتبة. يعني أستطيع أن أقول يعني بدون مبالغة بأنه لولا الوالدة لما وصل الجابري ولما أتيحت للجابري الفرصة لكي يصل إلى ما وصل إليه، وهو في المقابل كان دائما يعني يبادلها نفس الشعور، الحب والإخلاص والوفاء. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.